سؤال مش عارف الحقيقة، أنا يعني حزين علشانه لأن أنا كان نفسي أتكلم فيه كتير قوي. هو شاب بعت لي بيقول لي إن كان له زميل صديق مات منتحرا. شوفوا بقى اللي كاتبه لي: كان يصلي ولا يترك فرضا، وكان يحفظ القرآن، وكان وكان وكان، ومع ذلك قتل نفسه ومات منتحرا، لأنه كان يشعر بأن كل إنسان في الحياة عدو له، وكان يشعر باختناق. فهل يجوز لي أن أعمل له صدقة جارية تنفعه؟ وهل هناك أمل أن يكون من أهل الجنة؟ أنا بشكرك على وفائك لصديقك وأقول لك أيوة تعمل له صدقة جارية، وأقول لك أيوة الصلاة على المنتحر لا بد أن تكون، ولا التفات لأحد يقول إن كان يرى أن الانتحار صحيح ولا غير صحيح. معلش، كل من مات على التوحيد حتى لو مات منتحرا نعشم أن يغفر الله له، لكن الدعوة إلى الانتحار دعوة إلى الكفر، لأن ربنا حذر منه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. يعني اللي يموت نفسه ده والعياذ بالله هيجي يوم القيامة بالأداة زي النبي ما قال اللي موت بها نفسه، ولكن يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الصلاة على جميع من مات من أهل القبلة. يبقى إذ مات منتحرا مات منافقا، أنا ما شققت عن قلب العباد ولا لي دعوة كان يعتقد ولا لا يعتقد. وممكن يقول لي وهو صاحي: أيوة أعتقد أن الانتحار حلال، وهو كلمة من وراء قلبه وهو مش مصدقها. لكن أي مسلم يموت لابد أن نصلي عليه. ما معنى أن نصلي عليه؟ ندعو له. إحنا في صلاتنا على الميت سواء مات منتحرا قتيلا حتى الشهيد نقول: اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئته. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد. يعني الصلاة على الشهيد جائزة، إذا دفن من غير صلاة عليه ما فيش مشكلة، لكن لو صلي عليه زيادة الخير خيرين. وده له صلة بموضوع الحلقة بتاعت النهاردة: الحياة الصح والحياة الغلط. اعمل له حبيبي، وإن شاء الله العشاء من يكون من أهل الجنة، ومحدش عارف النهايات بتاعتنا حتكون إيه أبدا. لكن أنا ليه كنت نفسي أتكلم 15 ساعة في هذا الموضوع؟ إن شاء الله بخصص له بعد كده حلقات. إني بشوفه بقى أهو بيقرأ القرآن بيصلي ومات منتحر، يعني بيقرأ القرآن وبيصلي وحس إن كل واحد عدو، مريض مريض مع إنه بيقرأ القرآن. إيه معنى كده؟ إيه اللي عايز أقوله؟ إن لا قراءة القرآن تنفع علاج، عشان تفهمه بس، عشان نفهم بالراحة ونقرأ عليه. وديناها لشيخ وجبنا لها شيخ، انتوا جبتوا لها قرد، جبتوا لها عفريت دجال، يقرأ على مين بس؟ يا سادة يا كرام، اللي يداوي مرضانا نفسيا ان احنا نحتويهم مش نقرأ عليهم القرآن. يعني عيل مكتئب ابوه موريه الويل، او بنت زي اللي قربت تتجنن دي اللي هي بتاخد فتفوتة اللحمة وحاسة ان جوزها بيقبض قد كده اهو، وبيحول لابوه وامه قد كده اهو، وبيسيب قد كده اهو، ومديهاش مصروف في ايديها نهائي. ابوه اللي يصرف وامه اللي تصرف، ده قراقوش، ده كراكونة، ده مش اسلام، دي لها حقوق عليكم. خلوها عايشة في بيت العيلة لكن لها مصروف ايد ولها اكلها المختص، ولما ينزل جوزها تطبخ له، يتلموا على لقمة كل اسبوعين مرة كل شهر ان شاء الله. مع انهم تلموا ده ايه؟ هو قاعد مع مراته يقعد ويروح يبوس ايد ابوه وامه. البر بالوالدين، الزوجه خارج عنه، الزوجه مش مع ابوها وامها، ده مع حماها وحماتها. تتبادل الاحسان لكن تبر مين؟ ده هي تكرم ابوه وامه اكراما له، وهو عمره ما هيبقى اهلا للاكرام الا اذا برها واكرمها ورفع راسها وخلاها تطبخ له لقمه وقولها الله على ايدك وبص صوابعها وحاجات تانية بتحصل كتير، مش كده ولا ايه؟ طيب ما علينا، يا ربنا استغفر الله العظيم. فواحد مريض نفسيا تيجي تقري عليه سورة ياسين يتجنن اكتر، وبعدين تقول لي ده انا بهدى لما بسمعها، ما انت عشان قليل الحيلة. في واحد تاني ممكن يلبخ. يا جدعان، في اكل، في اكل. قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي انزل عليهم القرآن. لا اله الا الله يا رب. الذي اطعمهم من جوع. الجعان علاجه يقرأ قرآن؟ ياكل يموت، لو يقرأ قرآن يموت. مرة السيدة عيشة عدت على واحد بيقرأ القرآن ولم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا من ذا الذي يميت علينا ديننا؟ اللي حيموت الدين بتاعنا. رحم الله عمر، كان إذا قرأ أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع. شوفوا الكلمات المزجوعة، سجع من غير تكلف، ايه ده؟
ايه ده ده الحقوه ده دول لقمه خليه يقول الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. ومعظم مشايخنا اللي بتسمعوهم الله يرحمهم كلهم كان الواحد فيهم يقرا بالليل ربح يتعشى دكرين بط. امال هينتع ازاي ويقعد يقول ولا لا ويجيبها ازاي دي؟ الا اذا كان بسم الله ما شاء الله واخد سلطانيه شوربه والدكرين متفصصين قدامه وخد ابسط رز معمر. انما هتموتولي من الجوع وتيجي تقول له يا مولانا بقى نوع في ال وسمعنا بقى الله يكرمك بقى وفي الارض قطع متجاورات ولا الف لام ميم را تيجي ازاي؟ الراجل عايز يتوزن مظبوط. وان النفس اذا احرزت قوتها اطمأنت حديث صحيح. علاج وهمات منتحر. عمل ايه بقى؟ عملنا ايه بالقران؟ ما فهمش. افلا يتدبرون القران؟ لو كان فعلا بيعالج بالقران كان القران قال له امشوا في مناكبها وكان مشي وكلوا من رزقه واليه النشور وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم الى اخر الايات. السؤال 4 بسرعه بس. ايوه ده سؤال بقى اسمه ايه؟ سؤال الذكاء. واحد عايز هي بنت على فكره اللي بتسالني السؤال الرابع بتقول لي بابا عمره ما وصل ارحامه ولا نعرف حتى لو واحد فيهم قابلنا هو ده عم ولا خال ولا معرفش ايه، هل سقط الذنب علينا؟ يعني هم ولدوا اتولدوا في بيت ما بيوصلش الارحام، لا يعرفوا عم ولا يعرفوا خال ولا ابن عم ولا ابن خال ولا بنت خال، الاب والام ماتوا وهم بقوا عرايس. كده الذنب خلاص كده ها؟ بابا السبب يلا يولع بابا في التراب. لا مفيش حد ما يعرفش هو اصله منين حته، دي بيركي مركز منوف، غمرين مركز منوف، سنجرج مركز مش منوف، مش عارف ايه با 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 سنتريس مركز اشمون، بتاع غطيمه مركز سوهاج، مش عارف ايه بلدكم، روح البلد. انا ابن محمد ابراهيم علي سويلم، فين عيله سويلم؟ انت جدك وجدي وتشوفوا لو لكم راس خدوه ولو عليكم سددوا وصلوا ارحامكم. والسؤال ممكن يكون بالتليفون، انما بابا ما وصلش يروح في داهيه بابا في طرب وانتوا تقعدوا كده طول عمركم وبرضه تجيبوا اجيال. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. انا بقى حلو هو مع اني ما فطرتش يعني بس بتعشي كويس الحمد لله يعني. يبقى لازم لازم تصلي. السؤال الخامس، السؤال الخامس بيقول مات ابي. ده بقى سؤال وجعني وجع جامد قوي وانا حافظه. ابوهم مطلق امهم وقعد يا عيني ساب لهم البيت والدنيا كلها وقعد في اوضه فوق السطوح في مكان ما في القاهره وكان في اتصال بينهم فقال لهم انا عيان بموت نفسي اشوفكم. امهم قالت لهم هو طول عمره كده عايز يوقف حالكم وخليكم تشحتوا. ده راجل ابن 66 ما راحولوش. جيران اتصلوا وقالوا للي بيسالني البقيه في حياتك ابوك مات. فبيقول عندنا ندم فظيع وعايزين نمسك ماما نقطعها 600 حته. فهل راي حضرتك نحطها في اكياس بعد ما نقطعها؟ ولا نسيبها للكلاب؟ ولا ما نعملش كده؟ انا ببوس ايده ما يعملش كده ابدا. امه بشر يغلط، امه على نار، امه ثقافه مسلسلات غلطت. وجايز الراجل كانت دي عادته. ما هو انا كان ليا حد غالي عليا انا مبروك عطيه ومات الله يرحمه كان عنده اثر حريق فحكى لي السبب. قال وانا عيل صغير كنت بكذب فعمري ما قلت حاجه وطلعت صح. فلما اتحرقت فعلا بقيت اقول الحقني يا بابا الحقيني يا ماما. قالوا هي 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 هي. وهم جوه كانت الدنيا شتاء لغايه لما النار فعلا حرقت واختي طلعت فقالت يا لهوي ده النار فعلا ماسكه فيه الله يرحمه ويحسن اليه فلحقوني. فدايما اللي متعود الكذب اهي الناس قالت وخلاص. ما كانش المفروض ماما تقسي قلوبكم عليه للدرجه دي ابدا. لكن ده برضو من الحياه الغلط وهيجي دورها على فكره في الحلقات عندي. انا عامل حلقات كده اللي هو الحرب بالالقاب. يعني هي مطلقه فعايزه عيالها برضو يبقوا مطلقين. يعني الراجل ده يقرب لك ايه يا هانم؟ ده طليقي. طيب وابنك حموه حماده طليقه، طليقه ايه؟ ده ابنه يا اختي. لكن احنا عايزين ندي اللقب لكل حد تبعنا ونحارب بعض بالاولاد وده حرام. ادعوا لابوكوا واعملوا له صدقه جاريه. رحمه به واشفاقا عليه وبرا به. حاجه تنفعه. دار لمساكين لطلاب، كتاب علم، خدوا غش القلوب اهو بعوه لابوكوا.
السؤال نمرة 6، هل الشكوى حرام علي إذا قلت بأن زوجي منشف ريقي بحجة إن أنا اللي اخترته؟ لا، الإمام الشافعي في كتاب الأم موسوعة الأم على الصفحة على إيدك الشمال يقول: وإذا اختارته معسرا فلا بأس أن تطلب منه الطلاق إذا ظل معسرا بعد الزواج، وإنما اختارته لاحتمال أن يكون موسرا بعد الزواج. مش قلت إن هي اختارت تتورط، لا، يغور في داهية إن لم ينفق عليها. 7، والسؤال الأخراني هي بس واحدة ستي بتقول: أخويا أمي قبل ما تموت كتبت لي البيت أنا وأختي وما ادتش أخويا حاجة، فهل أنا دلوقتي لو حبيت أدي أخويا حقه من البيت اللي أمي الله يرحمها كتبته لي أنا وأختي ما كنش ظالمة لأولادي؟ الإجابة لا، لأن كنت هتأكلي ولادك حرام يا حجة. ادي لأخوك حقه وكأن أمك ما عملتش حاجة، واتقوا الله في المراس. واسمعوني في سطرين المناجاة قبل موضوع الحلقة أرجوكم، هنقول مع بعض أو أقول وتسمعوني وتقولوا آمين. اللهم إني أناجيك بحاجة في النفس أنت تعلمها، فإن كان فيها الخير فوفقني إليها وأتي بها إلي، وإن لم يكن فيها الخير فباعد بيني وبينها بالرفق الذي تحب، فإنك سبحانك تحب الرفق في كل الأمور، يا من تصير إليه كل الأمور. اشرح صدري لقضائك ورضني بقدرك، واكتبني في السعداء الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، عساي أن أنال منك صلوات ورحمة وأن أكون من المهتدين.